هيلث ده بقى مستمر فيه تغيرات كتير انا عايش بيها فل. الكرونيك الناس كاركترايزد باي ايه؟ ايه قال لك اتس بيرمننت تشينج، تغير دائم يعتبر، اصل هو مستمر كرونيك مزمن معايا. ات كوز اور از ايه كوز باي ريفرسبل التريشن ان نورمال اناتومي اند فيسيولوجي. طبعا في تغير كتير في النورمال اناتومي كوضع بقى تشريحي بتاع الجسم كاناتومي بتاع الجسم كفسيولوجيا والاعضاء والوظائف بتاعتي في التريشن هنا وتشينجز خلاص وضع ريفرسبل وضع انا يعني ايه ريفرسبل؟ ايه الفرق بين الريفرسبل وريفرسبل؟ وقلت لك والله قبل كده بس يعني نقول تاني لله هعيد الفرق بين ريفرسبل. اما اقول لك الحاجه دي ريفرسبل معناها ان انا اقدر اصلحها، يعني اللي اتكسر ينفع يتصلح هنا. لو قلت لك ان هو ريفرسبل يعني لا رجوع فيه، ما فيش فايده، هو الحاجه دي مستمره خلاص بقى ما فيش منها فايده ان انا اقدر ايه اقدر ارجعها نورمال زي ما كانت. فهمتوا؟ طيب يا رب تكونوا مش مركزين عشان انفخكم، هنط لكم كده من جوه الشاشه وهجيبكم. نمبر 2 يا شباب او نمبر 3 كده، it required special patient education and rehabilitation، متطلب طبعا تعليم خاص بالنسبه للبيشنت. طبعا الكورونيك الاصل ده بيشنت مريض بقى خلاص، هو اوريدي المرض ده مزمن عنده، متطلب ريهابيليتيشن اعاده بقى ايه عارف انت اللي هو علاج طبيعي. مثلا لو كانت رجله فيها حاجه انا بحاول ان انا يعني اوصل للطبيعي بس مش عارف اوصل له، الحاجه كرونيك بس بنعالج. هو ده اعاده تاهيل بقى. ات ريكوايرد الونجر بيريود اوف الكير، طبعا متطلبه. كل دي كاركترستيك وحاجات بيتميز بيها الكرونيك. بالله عليك كل ده كده معرض ان يجيلك منه اسئله صح وغلط، اكتب لي عندك جزء خطير. فانا لما اجي اقول لك ان هو يا شباب الكرونيك ده بيتطلب شورت بيريد اوف الكير اند سبورت، صح ولا غلط؟ اسيبكم تفكروا. ها صح في عينك اللي قال صح، صح في عينك غلط. طبعا هو بيقول لك كرونيك مزمن عايز فتره طويله من الرعايه والدعم، هيبقى فتره قصيره ازاي يعني؟ الكرونيك النس بقى يجري هذا سلو وانست، هو بيحصل ببطء يا شباب عامه على فتره بعيده خلاص. الديزيز هنا از بريزنت، المرض موجود، بس ذا بيرسون دازنت اكسبيرينس سيمتومز، هو لسه مش هيبقى عنده